اكتشفوا الفرص اللي وفروهم لكم مشاريع وبرامج الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي على موقع ue-tunisie.org. EU for you، قصص نجاح وكفاح يساندهم الاتحاد الأوروبي. مرحبا بكم معنا في EU for you، برنامج كل جمعة يقدم لكم تونسيين وتونسيات أمنوا بقدرتهم على النجاح. نعرف الإعلام عنده مسؤولية كبيرة في النقلة اللي تعرفها تونس الفترة هذه، لكن كيف عنده تحديات كبيرة. خلينا نكتشف واقع إذاعة جمعياتية موجودة على ساحل المهدية. ونخلطوا للمهدية، مدينة المهدية المزيانة ما بيرد يعني مدينة ساحلية. نلقاو الفريق بتاع مهدية وان. معنا سي مالك بن عبد الله، دونك لو جيرون بتاع الراديو. شنو حوالك سي مالك؟ الحمد لله، مرحبا بكم في راديو مهدية وان وفي مدينة المهدية اللي هي ساحلية وجميلة، زاد خلاف البرد نتاعها في برشا مناطق جميلة. أكيد. ألوغ أنتوما بديتوا كمانيش غلط من عام 2012 هكا، دونك وبديتوا في الويب. احكي لي ديجا علاش بديتوا لافونتور هذه مالك؟ صحيح، بدينا من مارس تحديدا 2012، وقتها كنا أول إذاعة موجودة في ولاية المهدية كإذاعة عن طريق الويب، لأنه ما كانتش فما الإمكانية في الوقت هذاك باش تكون فما عن طريق الفاب. فبدأت الفكرة أنا وصديقي اسمه محمد علي، بدينا قلنا علاش ما تكونش فما وسيلة إعلام تعبر عن مشاغل الشباب وعن مشاغل المنطقة وعن النقائص الموجودة في الجهة، خاصة أنه لاحظنا في وسائل إعلام أخرى سواء كانت خاصة ولا عمومية أنه ما فماش صورة صحيحة عن طريق وسائل الإعلام هذه. فبدأت الفكرة بإمكانية بسيطة، وانطلقت الحلمة من مارس 2012 حتى تكشي أنه بدأت تتطور، وصلنا أنه في 2020 تحصلنا على رخصة الأفام الهيكا، وانطلقنا تحديدا نهار 6 نوفمبر 2020 في البث عن طريق الأفام. فلاته 7 نوفمبر يعني هاي أوكي. دونك الصورة اللي تحكي عليها صورة أنه المهدية شيخات وبحر وسياحة، الواقع مختلف يا أخي. أكيد، لأنه كي نجي نشوفوا المهدية فيها 70% أرياف، يعني مش كلها مدن وكلها عندها وتلة وكلها يعني عندها يعني بنية تحتية بها. نشوفوا أنه كي ندخلوا داخل الولاية عندنا بعض النقاط اللي هي في حدود مع صفاقس تقريبا 105-110 كيلومتر، نلقاو مناطق يعني ميزات فيها برشا نقايص. بومرداس وغيرها، بومرداس نلقاو، بومرداس سيدي علوان، نلقاو ولاد الشام، خلي زاد فما الحدود مع ولاية القيروان، العديد من الولايات عنا المعتمديات، لأنه عنا تقريبا حاليا 14 معتمدية، يعني كانت 11 بعد نضاف ومعتمديات جدد، يعني ولاية كبيرة وفيها برشا العديد من النقائص اللي ما كانتش الوسائل الإعلام الأخرى تتحدث عليها. من خلال مهدية وان حاولنا نركز على الجانب هذا ونحاول نوصل صوت كامل جهة. جستمان هذيك الخصوصية متاع الإذاعات المحلية أنها تتلها بمشاكل المنطقة وتحاول حتى تحلها. أكيد صحيح، وهذاك علاش نركز عليه في مهدية وان. من خلال البرمجة متاعنا المتنوعة نلقاو عنا برامج اللي هي تهتم بالشأن المحلي وكذلك خاصة الشباب. عنا برنامج مثلا فوروم اللي نقدم فيه كل نهار خميس من 6 إلى 7، من خلاله تناولوا مواضيع كما الهجرة غير النظامية وكذلك الوضع الشأن المحلي، كذلك الحق لنفاذ المعلومة، المشاكل اللي نلقاوها مثلا كما صارت في المهدية متاع السوق المركزي متاع البلدي المهدية، وحاولنا ندخله في بعض المواضيع باش تم حل الإشكاليات. شنو مشكلة السوق؟ المشكلة السوق صارت أنه فما إشكالية بين النصاب وبين الناس اللي واخذين يعني فضاء واللي ينصبوا به في سواء كان الحوت ولا الخضرة متاعهم. تم يعني حبة البلدية في وقت ما أنها ترفع من السعر متاع الكراء، لكن كان الوضع في الوقت هذاك يعني فما يعني وباء متاع الكوفيد وكانت فما الإشكاليات كبيرة، واستدعينا ممثلين عن النصاب هذوما وعن البلدية ولقينا حل وفما تفاعل إيجابي وخرجوا يعني بنتائج، ومواصلين أنا مش نلقاو حلول أكثر في أي حاجة تهم الشأن المحلي للمواطن في المهدية. وهذا بالضبط اللي نستناوه من إذاعة محلية. حتى في الرياضة نتخيل كيف مكارم المهدية تبارك الله فريق كبير وعريق، ونحكي وش كان في الكورة، نحكي وحتى في الهوند اللي متميزة فيه المهدية. دونك الإذاعة المحلية يلزمها تعطي صوت المنطقة وصوت أهالي المنطقة.
لو خلينا نحكيوا على المداخيل نتاعكم اف ام خويا تقريبا اغلب برشا من الويب. صحيح انه المصاريف يعني مرتفعه مقارنه بالويب لانه فما تكلفه البث عن طريق الاف ام، فما تكلفه نتاع الكورون، دونك فما مصاريف اكثر من اللي كنا على الويب. حلينا نهار 8 جانفي 2021، بعدنا بايامات صار حاجه تقريبا 4 أو 5 أيام تام، وبقينا رغم هكاك نحاولوا ان نصمدوا من خلال انه تكون فما مشاريع اخرى في الاذاعه اللي هي توفر موارد ماليه باش نجموا نعيشوا. هذا اللي يسعى له دونك برنامج البانت، دونك برنامج اللي هو يساند وسائل الاعلام في تونس عن طريق الاتحاد الاوروبي. انتم تقريبا تحصلتوا على برشا تكوين، كان تعطيني فكره على التكوين اللي خديتوه من عند البانت مؤخرا، مازالوا يطلوا بحذكم. المشروع البامد يعني تكمل المشروع البامد لأنه زاد حتى احنا كنا موجودين فيه، وتلقينا مجموعة من الدورات التكوينية سواء تهم المحتوى اللي موجود في الإذاعة، وقتها كنا على الويب، لكن طبعا نلقاو البامد 2 يرجع لنا ونحن موجودين على الفيلم من خلال دورة تكوينية تحصلنا عليها، كما صحافة الموبايل، كما إدارة وسائل الإعلام، كما التسويق، وكذلك كتابة المشاريع وكيفاش أنه تنجم تتحصل على تمويلات من الممولين. دونك فما دورات تكوينية متنوعة من خلال فام دو استفدنا منها، وكامل ليكيب نتاع الراديو. نتخيل التكوين هذايا متنوعة، معناتها مش الكل جوست في صالة وفي تيوريك وفي اوتيل وعاملين سيمينار. الحاجة الأولى في الفام دو اللي شفناها أنه فما دورات تكوينية مباشرة في المقرات تاع الإذاعات، وهذا وفي يعني جانب تطبيقي كبير اكثر من انه تكون في صاله ولا في انه مش تكون في مركز اخر ولا لازمك تتنقل. دونك حبذنا وعجبتنا اكثر الفكره نتاع انه تكون دوره تكوينيه مباشره في المقرات ومع ليكيب الكل وخاصه بكل اذاعه. متفائل برشا انه مش يكون المستقبل الاذاعه هام جدا، وانه الحمد لله رغم انه عنا عامين كهوم اللي بدينا، لكن نلقاو تفاعل كبير من الناس، نلقاو ناس باهيه نتاع مستمعين وناس اللي هي تبع فينا كل يوم. مستقبلا نطمحوا ان نكونوا متواجدين اكثر عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. تو حاليا مازلنا كعملنا كونت على تيك توك، لاحظنا الشباب يحبوا لي فيديو والحاجات اللي هي تكون قصيره، دونك نحاول ان نكونوا اكثر موجودين على اليوتيوب والمواقع الاخرى الكل نتاع التواصل الاجتماعي، وكذلك نطوروا من المشروع الموجود في الاذاعه اللي هو السوند دو فورماسيون اللي موجود، اللي نحاولوا من خلاله نكونوا في الناس اللي تكون موجوده معنا في الاذاعه على كيفيه اعداد وتقديم برامج الاذاعيه. الفريق نتاع البامت في الاستماع لهذايا هما ديجا صناعه المحتوى يقدموا لكم فيها تكوين، ونتخيل كل ما هو ديجيتال وكل ما هو تكوين الاذاعات اخرين اللي هما كيفكم بداوا صغار وبداوا على الويب ومازالوا يكبروا، كيف انتم تنجموا تعاونوا في هذايا علاش لا تعديوا العرف والسافوار فير اليوم. يعطيك الصحه مالك بن عبد الله. يعطيك الصحه، شكرا ومرحبا بكم من جديد، وان شاء الله تعاودوا تزورونا مره اخرى في راديو المهديه. وانا ايو فور يو، اكتشفوا الفرص اللي وفروهم لكم مشاريع وبرامج الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي على موقع ue-tunisie.org.